تعالى أعلمك الأرقام بس باللغة المصرية القديمة، وكمان أخليك تعرف تعد من 1 لـ10 وتكتبهم كمان بالخط الهيروغليفي. أجدادنا القدماء المصريين كانوا بيحتاجوا للأرقام في كتابتهم عشان يعبروا بيها عن أي عدد هم عاوزينه، سواء عدد أسرى أو عدد الجيش في الحرب أو عدد تعداد السكان أو أي عدد عامة. تفتكروا كان بيكتب زينا؟ يعني كان بيكتب 1، 2، 3، أو مثلا كان بيكتب 53 وهكذا؟ كان بيكتب كده يعني؟ لا خالص، المصري القديم ما كانش بيكتب الأرقام بالحروف الهجائية أو الحروف الأبجدية، كان بيكتبها بالرقم عادي جدا. يعني مثلا رقم 10 كان بيكتبه 10 عادي، 1 وجنبه 0 بس برمز معين. رقم مثلا 1341 كان بيكتبه كده عادي، 1341 بس برضو برموز معينة، كل رمز بيعبر عن خانة معينة من الرقم. لو تفتكروا واحنا في ابتدائي كانوا بيعلمونا خانة الأحاد اللي هي بتشمل من 1 لـ9، وخانة العشرات والمئات والألاف والمليون. المصري القديم برضو كان عنده التقسيمة دي. تعالوا أوريكم خانة الأحاد مثلا كان بيعبر عنها بعلامة منفردة اللي هي الشرطة اللي قدامكم دي. يعني لما كان بيعوز يكتب مثلا 1 كان بيرسمه شرطة واحدة، ولو حب يكتب 3 كان بيرسم 3 شرط، ولو حب يكتب رقم 9 كان بيرسم 9 شرط وهكذا. يعني العلامة دي بتعبر عن الأرقام من 1 لـ9. طب لو حب مثلا يكتب رقم 10 هيكتبها ازاي، 10 شرط؟ لا خالص، كان بيرسم علامة تانية خالص بتعبر عن خانة العشرات، وهي حدوة الحصان اللي هي العلامة دي. العلامة دي زي ما قلتلكم بتعبر عن خانة العشرات، يعني بتعبر عن الأرقام من 10 لـ90. لو رسم حدوتين يبقى 20، ولو 5 يبقى 50 وهكذا. وكان بيرمز لخانة المئات بلفة الحبل اللي هي العلامة دي، وزي ما جده المصري القديم عمل في العلامتين التانيين عمل في العلامة دي كمان، وخلاها تعبر عن خانة المئات، يعني الأرقام من 100 لـ900. يعني مثلا لو رسم 6 علامات من دي يبقى كده بيعبر عن رقم 600. ندخل بقى على خانة الألاف، ودي قسمها لـ3 خانات بـ3 علامات. أول خانة في الألاف رمزها زهرة اللوتس، ودي بتعبر عن الأرقام من 1000 لـ900. تاني خانة رمزها صباع الإنسان، وده بيعبر عن الأرقام من 10,000 لـ90,000. أما آخر خانة في الألاف ورمزها الضفدع، وده بيرمز للأرقام من 100,000 لـ900,000. وأخيرا بقى المصري القديم اختار رمز الإله حح. أيوة انت سمعت صح، اسمه حح، اللي هو انت لما بتقول حح كده انت كده بتنطق اسم الإله عادي جدا. المهم المصري القديم اختار رمز الإله ده عشان يعبر عن رقم مليون، لأن الإله حح كان بيعبر عن اللانهائية أو الخلود. تعالوا بقى أقول لكم الأرقام دي كانت بتنطق إزاي. بص يا سيدي، أولا كده هناخد نطق الأرقام دي من 1 لـ9. عندنا رقم 1 بينطق وع، 2 تنطق سنو، 3 تنطق خمت، 4 فدو، 5 دوي أو دت، الاتنين 1، 6 سسو أو سس، برضو الاتنين 1، 7 سفخ، 8 خمنو، 9 بسج. النطق ده هو نطق الأرقام بس باللغة المصرية القديمة. تاني هننطقهم تاني، 1 وع سنو خمت فدو دت أو دوي سسو أو سس سفخ خمنو بسج. تاني حاجة هو نطق العلامات التانية اللي هي العلامات بتاعت العشرات والمئات والعلامات اللي قلتلكم عليها. علامة العشرات اسمها مج، أما علامة المية اسمها تشت، وعلامة الألف خا، أما علامة العشر تلاف تنطق جبع، وعلامة المئة ألف اللي هي بتاعت الضفدع تنطق حفن، وعلامة المليون زي ما قلتلكم حح، وهي رمزها رمز الإله اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. تعالوا بقى نطبق الكلام ده بمثال، وانا هوضح بمثال كل ما افتكره بيتحرق دمي الصراحة. هو مثال على التمثال بتاع الملك خاع سخموي من الأسرة التانية. على القاعدة بتاعت التمثال ده في كتابة هيروغليفية بتوضح عدد الأسرة اللي جابهم الملك. طب اشمعنى التمثال ده بالذات اللي اخترته؟ هو الصراحة لسبب شخصي، وهو ان امتحنت فيه قبل كده في مادة الإرشاد المصري في الفاينل،
وانا بشرح التمثال الدكتور ساعتها قطعتني وسألت عن الكتابة اللي على التمثال دي، وانا طبعا ساعتها اتوترت وتنحت ومعرفتش ارد، وللأسف لما خرجت من اللجنة افتكرت الكتابة دي. فانا الصراحة كل ما افتكر الموقف ده او اشوف التمثال في المتحف بتعصب، وعشان كده انا جبته. المهم قاعدة التمثال مكتوب عليها النقش ده، وعندنا هنا اربع علامات للجبع اللي هو الصباع، رمز ال10,000. تعالوا نعدهم بقى، هنلاقي معانا هنا 10,000، 20,000، 30,000، 40,000. يبقى كده معانا 40,000. وجنبهم لو عدينا هنلاقي 7 علامات لزهرة اللوتس، وهي بترمز لرقم 1000، يعني كده 7,000. تمام. وكمان هنلاقي علامتين للفة الخيط اللي هي شت، وهي بترمز لرمز 100، اقصري لرقم 100. يبقى كده معانا 200. واخيرا لو عدينا الشرط اللي تحت دي هنلاقيهم 9، يبقى كده الرقم معانا 47209، وده رقم الاسرى اللي جابهم الملك. وده كان مثال بسيط بيوضح ازاي المصري القديم كان بيكتب الارقام ويعبر عنها. وهيظهر قدامكم دلوقتي رقم بالكتابة الهيروغليفية، عايزاكم تحاولوا تقروه وتكتبوا الرقم ده في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وقيموا الفيديو من 1 لـ10 في الكومنتات، بس طبعا بالهيروغليفي، يعني اكتبوا الرقم بالهيروغليفي. واشوفكم على خير في فيديو جديد.